أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من احكي لي عن بلدي. وكم جميل أن نتكلم عن بلدنا الحبيب الغالي فلسطين. طبعا كما عودناكم في سلسلة هذه الحلقات معنا الباحث والمثقف الأكاديمي والمتخصص في التاريخ والقصص الفلسطينية والقرى الفلسطينية أخي الكريم زهري عيسى أبو أحمد. أهلا وسهلا فيك أخ زهري. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين على قناتكم، ومرحبا بكم في فلسطين. الله يحفظك. جمهورنا يتشوق لرؤياك كل مرة ويسمع قصص جديدة. اليوم أنت محضرنا عن قرية جديدة، بدي أخليك تبدأ تحكي عنها وأنا حكون معك في الباكستيج. تفضل. إن شاء الله، ولكن أنا بدي أعطيكم فكرة عامة عن فلسطين. أول شيء ما بعرف المستمعين أو المشاهدين كديش بيعرفوا عن طبيعة فلسطين وجغرافية فلسطين جمال فلسطين، ولكن بدي أعطيكم هيك شوي لمحة بسيطة سريعة لأنه مهم جدا أعطيكم الفكرة. فلسطين فيها جبال اسمها جبال المركز، اللي هي تبتدي من مركز، يعني شو جبال المركز بمعنى الكلمة أنه نقطتات في مركز، في مركز لبنان في وسط فلسطين. جبال المركز بشكل عام الوجه الغربي، الواجهات غربة غربة الوجه غربة، الوجه الغربي هو وجه أخضر جميل رائع. طبعا كمية الأمطار والرياح، كمية الأمطار اللي في الشتاء وفي الربيع وفي الخريف هي كمية أكبر من الأماكن أو من الجهة الشرقية اللي هي وجهها باتجاه البحر الميت والغور الأردني بشكل عام. فعشان هيك أنا بدي أحكي لكم أنه الطبيعة الجهة الغربية من جبال المركز ومن كل فلسطين بشكل عام هي منطقة خضراء رائعة جميلة، مزروعة بأشجار مثمرة وبالعنب وبالفواكه والخضار وكل ما تشاء وكل ما تشتهي. أنا ليش بحكي هيك؟ لأنه في قسم كبير من الشباب، بالأخص الشباب الفلسطيني، ما بيعرف أنه فلسطين يعني 99% من الفواكه والخضروات الموجودة في العالم ممكن تزرعها في فلسطين، وممكن توجد لها مكان في فلسطين يلائمها، إن كان على راس الجبل، إن كان في السهل، إن كان في منطقة حارة، في منطقة باردة، في منطقة دافية وحارة مثل الغور، منطقة تريحة، إن كان منطقة جافة صحراوية في صحراء النقب، منطقة مرتفعة يعني عالي بدها برد وبدها مي موجودة عندنا، منطقة مرتفعة باردة ما بدها مي موجودة عندنا، منطقة منخفضة بدها مي موجودة، نوعية التربة، السهل، الجبل، الواد، كل ما تريد وما تشتهي. والحمد لله. أنا ليش عطيت هذه المقدمة؟ كنت بتحكي لكم إنه في عنا قرية جميلة رائعة قمة الجمال، وأنا أعتقد إنها قطعة من الجنة من باب المبالغة طبعاً. أنا ما شفتش الجنة، ولكن أعتقد إنها جزء من الجنة هذه البلدة. أنا راح أحكي لكم عن بلدي اللي بيت الطير. شو رأيكم في الاسم بيت الطير؟ هي في الأصل مش بيت الطير، اسمها اليوم بتير، ولكن قرية بتير جاءت في عدة روايات. الرواية بتقول إنه بيت الطير وحرفت لاحقا إلى بتير، وفي رواية بتحكي إنه بيت طير اللي هو كان إله وكان هناك إله يعبد اسمه آير وما ذلك من القصص، وفي روايات أخرى، ولكن أنا اليوم بحكي لكم عن بتير وقصتها المؤلمة واللي انتهت بالأمل سنة 1948. وشو قصة بتير؟ بتير موجودة في الجانب الغربي
من جبال المركز غربي مدينة القدس. يعني وين عندنا مدينة القدس؟ في عندنا بتير موجودة غربي مدينة القدس، وهي كثيرة الخضار، كثيرة الأشجار، فيها ينابيع مياه غزيرة، ديروا بالكم فيها كثير مياه، وحتى فيها برك. وطبعا البتير هي مش بس يعني بلد يسكنها بعض الأشخاص فقط. دكتور مرة تتصل علي، لا أنا مش لكيتني بدور عليه، بدي أرد وبعد نرجع ماشي. والله ما نعرف شو بدي أحكي لك. طبعا احنا هون مورجينكو ال ال الماب. هاي الماب زي ما انتم شايفين، هاي القرية اللي هي قرية بتير، وهون مدينة القدس زي ما انتم شايفين، هاي مدينة القدس، وهاي الجبال اللي كان يحكي عنها، وهون مدينة بيت لحم في الجنوب، جاي مدينة بيت لحم. خلينا أورجيكم إياها بأوسع. يس، هاي الخليل وهاي بيت لحم هون. فهاي هاي القرية، القرية الصغيرة، وزي ما انتم شايفين هي يعني على الحدود أو على الخط الأخضر. هون في مسجد. خلينا أورجيكم بعض الصور وشوفوا، استمتعوا يا جماعة في بتير. طلعوا طلعوا الجمال، طلعوا الجمال الرائع. طبعا احنا اي اخ زهري رجع معنا، تفضل يا اخ زهري. اذا نرجع لقريتنا وحبيبتنا بتير، القريه الجميله الرائعه الوادعه. طبعا بس مشان تكونوا عارفين، يعني بتير هي قريه الاثار تدل على انها كانت موجوده قريه كنعانيه فلسطينيه، وطبعا فيها اثار رومانيه بطبيعه الحال، لانه كانت فلسطين لفتره معينه تحت الاحتلال وتحت السيطره الرومانيه. انما الشيء المؤكد انه ما فيش اثار يهوديه، يعني هذا الشيء موجود. في كل الاحوال احنا بدنا نحكي عن قصه بتير. شو قصتها هذه بتير؟ اللي منكم ما سمعش يسمع بتير مشهوره بذنجان او باذنجان بتيري. شو قصة باذنجان البتيري؟ أهل بتيري بزرعوا باذنجان، والباذنجان البتيري يقال إنه من أجود أنواع الباذنجان وأجود أنواع الخضرة الموجودة في فلسطين. بتير فيها كمية كبيرة من ينابيع المي، ونبيع المي اللي تسقي المناطق الزراعية. صح إنها جبلية وارتفاعها حوالي تقريبا 750-800 متر، ولكن طبعا الاهل السكان هذه البلده استصلحوا سفح الجبل وعملوه زي الدرج هيك، بقولوا بالفلاحي قطاني، يعني عملوا قطان، كل قطاني بزرعوها درج بزرعوه وما الى ذلك. وهي دائمه الخضره على مدار السنه بسبب انه في عندها ينابيع المي. وهذه الصوره اللي انتم شايفينها، هذه الجانب الشمالي الشمال الغربي من بتير. في كل الأحوال في قصة مهمة جدا عن بتير، وهذه لازم تسمعوها. بتير عدد أيام الأسبوع فيها 8 أيام مش 7 أيام. الإشي مش مضحك، الإشي جدي. ليش بتير فيها 8 أيام الأسبوع مش 7؟ دكتور ممكن الواحد كل إشي في الدنيا يخطر على بالك إلا قصة أهل بتير. أهل بتير إحنا الفلسطينيين الحمد لله دائما لكل مشكلة إلى حل. العين المية قالوا بدنا نقسمها، انه كل يوم عيله بتستخدم المياه، كل يوم العيله عيله معينه تروح بتاخذ المية من هذه العين وإلها اليوم هذا. ولكن المشكله انه في البلد في بتير في 8 عائلات مش 7 عائلات، اسبوع 7 ايام. فقالوا بسيطه، سنطوع الاسبوع ونجعله 8 ايام، فبصير انه كل عيله لها العين المي والنبع يوم. فليش بعد ما غيروا اسبوع؟ فصار اسبوع قديش؟ صار اسبوع 8 ايام. في كل الاحوال السكان الحاليين في بتير بعد ما صلاح الدين حرر القدس وحرر المسجد الاقصى، طبعا قرر انه يحمي القدس طبعا. واحد الامور اللي قام بحمايتها انه اسكن الناس حول القدس
واللي طبعا الناس اللي هم العرب والمسلمين والموالين لصلاح الدين، وامر ان يسكنوا في بتير. بالمناسبه انا مثل ما ذكرت لكم يعني بتير ما كانت فاضيه في الاصل، هي في الاصل كانت قريه كنعانيه ما قبل ما يجي يسكنوها، قبل ما يسكنهم يجي يسكنوها للسكان الحاليين بامر من صلاح الدين. في كل الاحوال شو قصه بتير عام 1948؟ بتير كانت موجوده او على سكه الحديد اللي بتربط يافا للابيد بالقدس. سكه الحديد وسكه القطار بتمر من الواد، بتمر من الواد اللي هو محاذي تماما لهذه البلده، لهذه القريه. طبعا العصابات الصهيونيه ما يكونش عندكم شك انه ناس كانوا متعطشين للدماء، يعني كانوا دائما يحبوا يدخلوا على بلد معينه يحرقوا الاخضر واليابس، يقتلوا اهلها وسكانها، وحاولوا يشيعوا الخبر، ودوا اخبار للقرى المجاوره انه اسمعوا القرية الفلانية دخلنا عليها حركناها، قتلنا الكبير والصغير، قتلنا الطفل قبل الشاب، قتلنا المرأة قبل الزلمي، على أساس أنه يعني تتعبوناش، إذا أنتوا بدكم تتعبونا رايحين نعمل نفس الشيء اطلعوا. فكان في منطقة القدس عدة مجازر صراحة، مجازر لا تعد ولا تحصى، من بيت محاسير لباقي المدن الأخرى، لباقي القرى الأخرى. فأهل بتير خافوا، طبيعي جدا الإنسان يخاف على حاله، يعني ما فيها لوم يعني، وخصوصا أنه أنت لا تملك لا السلاح ولا الذخيرة، يعني ما ممكن تقاتل بسنانك دام رشاش. كان معهم رشاشات بالمقابل، يعني كان بارودي أو ثنتين في بتير، ولكن أهل بتير كان معهم نكم بارودي، قالوا المعنى نكم بارودي من قاوم، ليش لا من قاوم، وفعلا حاولوا قاموا وهلموا مجرة، ولكن كان فعلا يعني الميزان القوى مش لصالح بتير. جزء كبير أو بالأحرى معظم سكان القرية أخلوها. طبعا ظل بعد الشباب اللي هن 4-5 بواريد، 7 بواريد في أحسن التقديرات، صور 7 بواريد بدها تحمي وتنقذ بلدي وفي جبهة طولها 2-3 كيلومتر من عصابات تملك الرشاشات والمدافع وتملك الصواريخ وما إلى ذلك. السبب إنه الهجوم على بتير كان شرس إنها كانت تشرف على سكة الحديد والقطار اللي بربط يافا بالقدس، وكان هناك إصرار من قبل العصابات الصهيونية بكل ثمن يسيطروا على هذا الخط. كان طبعا اهل بتير مشهورين بالثقافه والمثقفين، واخرجت كميه كبيره من المثقفين ورجال الاعمال، ما يكونش عندكم اي شك. كان احد الكتاب والمثقفين المشهورين والمعروفين في بتير على ما اعتقد اسمه حسن مصطفى، اذا انا اذا ذكرت لم تخني. شاف انه البلد ما ظلش فيها شيء، ما ظلش حدا، خرجوا وفي مشكله. يعني طب انا كيف بدي اقاوم جيوش وعصابات والاف ومئات وانا في معي باروتين ثلاثه، وفي تقديرات بتقول كان معاه 7-8 بواريد، طب كيف؟ ليش؟ وين؟ مين؟ انا اللي بدي اوقف قدام هذا الجحاز. بتير موجوده على السفح الشمالي الغربي للجبال، وبيوتها موجوده على السفح الشمالي الغربي. فكانت فكره انه فكره هذا المثقف انه تعالوا يا جماعه الخير نستعمل مش بس الطرق العسكريه التقليديه، يعني نيجي نمسك البارودي ونطخ على الجب والجب يرجع لي برشاش ولا مدفعيه ويدمرني ونخسر. تعالوا يا جماعه نوزع 5-6-7 بواريد على كل القريه، على امتداد القريه وضواحيها، يعني على امتداد كيلومتر 2 كيلومتر، ونشعل نار الموقد تعي كل بيت، نشعل فيه نار على أساس تكون عملية تمويهية للعصابة الصهيونية، ونحكي لهم والله اسمعوا إحنا موجودين في بيوتنا وإحنا مسلحين. هسا كيف مسلحين؟ بسيطة جدا، الجهة الشرقية أو الجهة
الجهة الشرقية أو الغربية من البلد بطلق رصاصة في هناك في الواد صدى رصاص، واللي في الجهة الشرقية بطلق كمان رصاصة. يعني القصد يعني رصاص بسيط وخفيف، ولكن كان يكون لازم يكون له صدى ويخرج من أماكن مختلفة من القرية هذه. وبذلك يكتشف ويشعر، تشعر العصابات الصهيونية أنه احتلال هذه البلدة هو شبه مستحيل أو أنه صعب جدا وراح يخسروا كثير. وفي الحقيقة الأمر ما كانش في القرية إلا 5 مقاتلين 6 مقاتلين مع بواريد مع ذخيرة جدا ضئيلة، يعني ما تقريبا ما كانش شيء. فعلا كانت الفكرة هذا المثقف الله يرحمه أنه راحوا الشباب اللي موجودين اللي ظلوا معاه ولعوا في الموقدة النار في معظم البيوت في الموقدة مشان تبين الدخل من بعيد، وتوزعوا على المسافة بعيدة. وكان إذا شخص واحد منهم أطلق رصاصة في الجهة الغربية يطلق بعدها بشوية الجهة الشرقية أو الشمالية رصاصة المقاتل الآخر، على أساس أنهم يأخذوا فكرة أنه البلد محصن بالمقاتلين والمجاهدين. فبعثت العصابة الصهيونية أنه تعالوا نتفاوض تعالوا نشوف. فكانت المفاوضات بسيطة جدا بسيطة جدا، أنه طلع كداش حتى المفاوضات يوم تكون أنت قوي كداش بتكون يعني بسيطة. أول إشي أنه ممنوع تقدموا بتير، ممنوع تحتلوا بتير، ممنوع تطلقوا النار على بتير، ممنوع تصلوها، ممنوع ممنوع ممنوع. وبالمقابل طبعا هم كانوا موجودين في شمال غرب سكة الحديد، بالمقابل الأرض الموجودة في شمال غرب سكة الحديد هو أرض أهل بتير، لازم أهل بتير يرجعوا لها ويصلوا لها ويفلحوها ويظلها أرضهم. بالمقابل شو حصلوا اليهود؟ طبعا احنا ما بنحكي عن انه ما حصلوا شيء، حصلوا انه والله القطار يمر دون ان نتعرض له وقاتلوا بتير. وللأسف الشديد يعني ما فيش كان عندهم قدرة انهم يتعرضوا للقطار، انا مش عارف كيف البارودة بدها توقف قطار. ولكن دكتور في نهاية الامر اهل بتير رجعوا عليها، اهل بتير عمروها واستمروا فيها عن طريق بدعة رصاصات اللي كانت موجودة. طبعا ما نحكي احنا انه كان عندهم اشياء ثانية، ما كان عندهم لا هونات ولا مدافع ولا اي شيء من النوع هذه. بالمقابل مر القطار من يافا للقدس، وهو كان هذا الامر تحصيل حاصل، يعني ما يعني مش هم السبب انه كان، فكانوا موجود فاتحين الطريق على القدس من قبل ما يتفاوضوا مع بتير ومع أهل بتير. وبكيت بتير وبكي أرضها وبكيت مياه العذب الجميل الرائعة، وطبعا بكي بيت نجان بتير. أهم إشي الإشي الأخير إنه يعني ليش هذه فكرة مثقفي أهل بتير ومثقف بتير، وأعطيكم فكرة إنه أهل بتير احد القرى احد القرى البسيطه القلائل في فلسطين اللي او من اول القرى اللي بنت مدرسه ثانويه للبنات. وانت بتحكي عن ثانويه للبنات، انت بتحكي عن قريه، يعني ما بتحكي دائم في كانت ثانويات للبنات موجوده في كل المدن ما شاء الله، يعني شعب فلسطين احنا مثقف، ولكن في قريه صغيره تعداد سكانها لا يتعدى 2000 شخص. ما بعرف يعني شو ال ما بعرف إذا أنتم شايفينها بسيطة، لا كانتش بسيطة. فالحمد لله رب العالمين بتير، حياك الله طارق. بعد ما خلص راح أحكي معك، والله ماني عارفك كم راح أعرف معك. حياك الله حياك الله طارق، أهلا وسهلا. والله ماني عارف، ولكن بحكي لي استاذنا وأنا إن شاء الله راح أشوف بعد اللقاء. أنت أسهر من نار على العلم، أسهر من نار على العلم. حياك الله، والله انا ماني عارفه بس هو بيأشر لي صار له ساعه وانا بحكي معك، ما ولكن ما شاء الله عليه بحكي لي طارق بكل طارق بروح بفحص مين طارق ان شاء الله. في كل الاحوال بتير موجوده، رغم انه للاسف الشديد انه بتير وقعت تحت احتلال عام 67، ولكن الشيء الامل الموجود انه هي موجوده، اهلها موجودين،
وبالعكس يعني أهلها مشهورين بالثقافة ورجال أعمال ناجحين جدا جدا. كل شخص فلسطيني ممكن إنه في البلاد يزورها كثير راح يزورها لأنها فعلا تشعر أنك داخل على منتزه جميل رائع كله خضرة ما شاء الله. في منظر لمنزل بعرفش إذا شفته معاي، هذا منزل هيك مبني بشريك لمين هذا المنزل أو في حد بتعرف عن عن حاله؟ هلا هذا منزل حديث في الطريق وأنت رايح على بتير، هذا فوق 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 هذا إحنا بتير هي الصورة اللي وين البيوت على سفح الجبل الأخضر، هذه بيوت حديثة يعني اللي هي هذه جد فوق. أما هانا في الواد في الكاع بيقولوا له طبعا لهجة فلاح الكاع يعني هو المقصود الكاع الواد، هانا بتمر سكة الحديد هذه السفح الجبل هذا كله كل هذه أرض بكتير كلها دائمة الخضرة لأنه فيها عدة عيون على فكرة يعني مش بس عين واحدة عدة عيون ما شاء الله تسقي الأرض وعندهم كثير يعني هم مشهورين بالزراعة يعني أنت بتروح هناك راح تشوف كداش في عندهم خضروات وكل ببيع خضرة وما شاء الله عليه أعتقد أنها بكتير أدرجت على التراث العالمي لما تحويه من تراث من أثار رومانية وعيون ماء جميلة ورائعة فهي مدرجة على التراث العالمي. وأنا يعني جدا جدا أكون سعيد يوم أزورها بنبسط. لا أنا بدي أزور أنا وياك مع بعض إن شاء الله. والله إن شاء الله بعون الله رايحين نزورها ونوريك كيف إنه طبعا الناس جدا طيبين يعني. أهل فلسطين كلهم طيبين يعني. أنا طبعاً. انبسطت كثير اليوم بوجودي معك، إن شاء الله بنقدر نشوفك بحلقات أخرى ونتكلم عن قرى ومدن أخرى كما ترون يعني كل قرية وكل مدينة وكل عيلة في فلسطين لها قصة، طبعاً مع زهري القصص بتكون أحلى وأحلى إن شاء الله. نراكم حياك الله يا دكتور جمال وإن شاء الله إحنا نقدر نقدم لكم التراث الفلسطيني والقصص الفلسطينية الشفوية اللي نحكيه لأنه في جزء كبير من القصة الفلسطينية غير مكتوبة وأنا بحب إنه نسمحها هي صارت مسجلة أكلم فيها يعني وأنا بحب أحكي لكم عن هذه القصص اللي هي تبعث الأمل يعني برغم الهزيمة وخسارة الأرض وخسارة البيوت والدمار والقتل ولكن إحنا لازم ما نفقد الأمل لأنه الأمل دائما موجود وحتى لو ظل شخص واحد مثل ما حكيت لكم سابقا في حلقة عين حوت أبو حاتم مين كان يتوقع أبو حاتم لا الحاقدين اليهود ولا المتفائلين العرب ولا حتى المهزومين حتى جزء من العرب ما أتوقع أنه أبو حاتم راح يحيي ويجيب بلدة عين حوت ويبدأها من أول وجديد وهيك إحنا دائما الفلسطينيين إحنا دائما في عنا أمل ومثل ما حكينا لكم في بتير طوعوا أسبوع وغيروه لثمان أيام بدل سبعة أيام فما بالكم يعني إحنا مش راحين نرجع للبلاد ونعمرها إن شاء الله توكلوا بالله خلي أملكم بالله كبير إن شاء الله. أنا بشكرك مرة ثانية وإن شاء الله نراك في حلقة قادمة. اللي ما حضر حلقة عين حوض يحضرها الحلقة الماضية. شكرا لك أخ زهري، نراكم في حلقات قادمة والسلام عليكم.